عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم النهاردة بأكلة المحشيات. المحشيات محشي ورق العنب، بسم الله ما شاء الله كلنا بنحبه، شبعان ليمون، ومزودين عليه ايه، عاملينه زي الدولمة، وبتنجان، وهنا عندكم الكوسة، وحشين البصل بقى ما اقولكمش، ده اختراع. مش في كان فلفل؟ ايوه في فلفل. وفي فلفل. يلا بينا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كوسايه. ايوه حتى كوسايه. وانت كمان كوسايه. ماشي، هنعمله تحدي دلوقتي، يا رب يعجبكم ان شاء الله. لا كخ يا ولد. ليه؟ كخ يا ولد. نعمل معاك. عمركم شفتوا اب بيعمل كده؟ هنعمله تحدي المحشي. العقاب بقى، مفيش عقاب، النهارده في جايزه. الجايزه اللي هيكسب هو اللي هياكل الفاكهه دي. دي الجايزه بتاعت التحدي. بص انا بصلايا اهي، وانا كمان بصلايا. هتقول لي ايه؟ اقول لك كده. ورق عنب بقى. واحد اتنين تلاتة. ادي واحد اتنين تلاتة. فين الفلفل؟ خد لي فلفلايه. وفي فلفل، وادي فلفلايه اهي. لا وانت فلفلايه. تزود ايه؟ ورق عنب. ورق عنب ماشي. تلاتة كمان. واحد اتنين تلاتة. اصبر. واحد اتنين تلاتة. نزود ايه؟ انت بصل. ماشي وحط لك بصل عشان ما تضحكش عليا. لا احط بصل. حط يلا يا شاطر. ايه ده؟ اهو ده بقى النصب، دي صغيره دي. خلاص اخد لي واحده كبيره اهي. ماشي كده. حلو الطبق. نعمله التحدي. جاهز؟ واللي يخلص التحدي هو اللي هياكل فاكهه، اللي هيخسر مش هيدوق الفاكهه. كخ يا ولد، قلت لما نخلص التحدي الاول. كخ كخ يا ولد، قلت وانا مفيش فاكهه خالص لما نخلص الاكل. انا اب مفتري. طب يلا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كخ. البصل مولع نار. البصل حامي قوي. سخن قوي. بلد بالفاكهه. انا الفاكهه اللي كسبان، اللي خسران ما ياكلش فاكهه. حط كخ. الأكل سخن وما شاء الله ملهلب. صدقوا يا جماعة الفلفل طعمه حلو ما شاء الله، والبصلة بقى بصل حاجة تانية. بس يا جماعة اللي أنا هقول لكم عليه، وزودوا الليمون وعصروا الليمون عليه، واتفرجوا وادعوا لي، ودوقوا وادعوا لي. رخوت الله، والكلام ما بيتسمعش. انا اللي كسبان وانا اللي هاكلهم. عشان انت قلت تاكل فاكهة؟ بتنجان ليه؟ بتنجان ليه؟ انا هسيبه ياكل فاكهة. خلصت انا اللي كسبان. اهو.
دلوقتي بقى يا جماعه اكل الفاكهه بقى خلاص بقى. بصوا يا جماعه الفراوله يا دي، بصوا يا جماعه الفراوله، اكل الفاكهه بقى بالمزاج. انت خسران، انا دي جايزه للي كسبان بس. شكون يعمل شكون ده اسمه فرس. تنط من الفراولة؟ لا، بنط الفاكهة بتاعتنا علينا اللي هيكسب. يا جماعة اكتبوا لي في الكومنتات اعمل ايه معاه يا جماعة عشان انا غلبت. انا مش عارف اعمل ايه يا جماعة. يا جماعة اقول لك انا مش داخل معاك تحديات تاني خالص. انا خلاص هوقف التحديات معاك على كده. انتوا بتعملوا ده فرس. انا كده خلاص يا جماعة مش هعمل تحديات تاني. لغايه لما تكتبوا لي في الكومنتات اللي بيحب الموز يحط لايك. هيوصل الفيديو ده بكام لايك؟ 5000 لايك. ليه انت بتعملوا كده؟ لو استمريت على الوضع ده مش هعمل معاك تحديات. باي باي.